السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد، ونبغي نشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتو لي اخر مره بخصوص ريحانه، وسولتو على امي. يسول فيكم الخير والرباح، والله يعطيكم صحيحتكم ويعطيكم ما كتمنوا يا ربي. كي درتو مع الروينه ديال العيد، انا شاركت معكم هذا الفيديو يا البنات. كانت عرضت عليا جارتي سعيده للسطح، وعاود رديت لها انا العراضه. المهم تجمعت انا غير مع سعيده الساعه، باقي ما جاوش عندي الدار حيت كانت الوالده شويه عيانه، ولكن راه غيجيو عندي في الويكاند ان شاء الله. نبداو بسم الله على بركه الله. من بعد ما فطروا الدراري طرفت الدنيا وغادي نرد الغدا. حنا يلا غنديروا الكسف، اليوم ثالث عيد ويلا غنديروا كسف. كنت ناويه ندير كسف يجيو عندي الدار. الساعه الوالده مرضت نهار العيد بزاف وهزوها للسبيطار في الليل مسكينه. ايوا صافي ما بقينا درنا حتى حاجه، دابا سير الويكاند ان شاء الله ونتجمع صافي. غنطيب للدراري كتف. هنا خديت هنا الثومه، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم ما عمرهاش، تقريبا نص معلقه ديال القزبر يابس. هاد اللحم ما فيهش المروزيه، بغاتو واحد الاخت ما فيهش العطريه، ما كتبغيش العطريه ديال اللحم، وكيجي حتى هو فن. هنا شويه البزار، هذا البزار الابيض مخلط مع البزار الاخر، وهنا السكينجبير تقريبا معلقه صغيره، والملح. هذا زعفران حر البنات اللي خديت من عند سوميه، شوفوا تبارك الله اللون تاعو كي داير. دوك كبيت عليه الماء طيب بالحق. وهنايا البنات السمن، اللحم غندير فيه السمن، وما دايرش فيه القرفه كاع، ما فيش القرفه ما فيش المروزيه وما فيش الربيع. صافي غادي نخلط مزيان ونشرمل الدجاج. كي غنشرملو غادي نردو يطيب، ما غنرقدوش. الحيمات ديال الكسف هادو صراحه هاد العام اللحم هاد العام الحواله لاحظت ما فيهمش الشحمه، فيهم غير الحيمه هكا. نو هي اللحمه مشات تخدم مصطفى عندو سيمانه. ايوا صافي بقيت انا ومصطفى في الدار وريحان. صح امي ان شاء الله ونتجمعوا ان شاء الله باذن الله. انا البارح والله ما طيبت شي حاجه، مشيت كنمشيت كنجري، ما درتش ليهم كاع الغدا البارح. صافي كاع قالت لي يا اختي راه هاكين وهاكين، ما قالوهاش ليا في الليل حتى جابوها من السبيطار، ولات غد الاخر بخير. حتى ديك الجوج عاد علموني، عاد قالوا لي اش كاين، عاد مشيت كنجري انا والدراري، مشينا شناها مسكينه. صافي انا غنشرملو هكا ونديرو في الطنجره. صافي غادي نحطو هنا في الطنجره، غادي ندير هادي، وما غنديش ندير الغلاقه ديالتها اللي بحال الكوكوط، غندير غلاقه الدجاج هادي. مصطفى راه باغي يتعلم، علاش ما غتحلفش؟ ساهل راه ساهل. عندك شي لحم كما درتي لي كيجي مزيان، حيت اللحم ماشي بحال الدجاج، الدجاج اللي كيبغي التحزار والتبزار ويبغيك فهمتيني. اما اللحم اللحم زعما تبارك الله كما درتي لي كيجي زوين. صافي نخوي عليه هاد لاصوص هذا، وغادي نردو يتقلى شويه فوق البوطه، وعاد نزيد ليه الزيت واحد جوج بصيلات. صافي غنخليه يطيب، احتاج شويه الروراني غنرويه، ما احتاج صراحه. حنا اول مره غنطيبو، ما عرفناش واش كيشد الطياب ولا لا، هو الحولي صغير، ولكن اللحم واش كيشد الطياب ولا ما نعرف. وانا غندير ليه غير طياب الجميله، ما بغيتش ندير ليه الكوكوط هكا ونسد عليه، بغي يطيب على خاطره. وغادي ندير شويه السفه، جبها ليها مصطفى البرايمه. ما عندوش مع السفه، ما عندوش مع السفه. كنت كنخمل لقيت هاد الحنيميس باقي ما مدا عمري طيبت فيه، قلت غندير ليه الترويض نراودو، ونبقى الصباح نوض ندير فيه شويه الحسوه هكا الفطور ليا. صراحه حسوه الحمات كتجي خطيره. يلاه خليكم معايا، جبد ليه مصطفى البرمه الله يحفظك. في البنات انا رديته على عافيه مهيله، رديته في هذه حيت ثقيله، وهزات ليا هكا مقعد. عندي طنجره اخرى كبيره على هذه، ما غاديش تهزو ليا يعني كبيره بزاف، هذيك ديال جوج كتوفه تقريبا ثلاثه، وهذه اللي جاتني مناسبه. صافي هنا غادي نرد البريمه باش نبدا نصيف في السفه. ما عرفتش هنا شحال البنات، واش كيلو قال شي حاجه واقيله. انا غندير لها السفه، كندير لها التفوه العادي ديال بكري، شحال من التفويه صراحه هذيك ديال المطيب ما كتعجبنيش، كنبغي نطيب على خاطرها باش كتجي زوينه. صافي غادي نلبسها بشويه ديال الزيت ماشي بزاف، ويرفور الماء ونديرها تفور، حتى انا يغلى الماء ونديرها تفور، ونخليها على ما يغلى الماء ان شاء الله ندير الكسكاس ونديرها تفور. واللحم رانا رديته كي في نفس الوقت هو كيتقلى في ديك الميه، هو كيتشرب العطريه. ايوا نخليه فوق البوطاجي اولا، نخليه هكا واحد ساعه ولا ساعتين، من غديتو نيشان كيجي بنين والله الا كيجي فن يا البنات.
ندير معاه شويه البرقوق هكا مع السر ولا شويه المشماش، وداكشي اللي قسم الله انا غنديرو معاه. يا اختي نطلع على الطنيج راه فين وصلات، غبرت عليها مشيت كنشقى وخليتها باقي فيه الماء، ما نزيدش الزيت دابا، ما نزيدش الزيت اللي حتى ينشف. عرفتو قلبت على اللوز تاهيت، قلت لها لقات شي كميشه ديال اللوز خرفناها فشي بلايصه ساعة والو ما لقيتش، حوان سادين. كيعجبني اللوز هاكا نديرو في السفر كيجي زوين كيما لقيتوش. صافي دابا غنخليها تقريبا تفور علينا واحد نص ساعة، وعاد ديك الساعة كنبدا نقص ليها بشوية 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 حتى كندير لها شي خمسة الفورات. نقلب على غلاقة، غادي ندير شوية ديال الزيت ماشي بزاف البنات، شوية صافي البنات. دابا غادي نمشي نقطع واحد جوج بصيلات ونزيدهم هنايا الفوق ونخليه يطيب. شتو راه باقي الماء، باقي الماء في اللحم حيت اللحم راه كيطلق الماء. ودابا غنزيد البصله صافي. ها هو يا البنات شوفوا هذيك الميه اللي ديال البصله وديال الحيمه هي اللي باقه، كنهز بالمغرف وكنسقي الحيمه وكنقلب عاوتاني. هنا راه بدا كيدخلوا الطياب، بدا كيطيب، كنصور بيض وكنشط بيض، راه غيتحمر ليا في الطنجره نسول. غنقلبو ورجع معاكم. صافي البنات الزفه طابت، زدت لها شويه الزبده البلديه وشويه سنيده حيت غادي من بعد هكا نحطها ونحط السكر كلاصي ديك الساعه اللي بغا يديرو. شوفوا كي طابت تقريبا درت لها شي، هذه هي الخامسه، هذه هي الفوران الخامسه اللي غندير دابا. زدت الملحه ما كنبغيش ندير العود، كنبغي ندير يدي. ايوا حرق يدك. قال لك لاجر لاجر في اليدين. حرق يدك قولي لاجر. صافي درت البرقوق والحيمات، ما نقولش لكم شو الزبده ولكن خداو ليا ساعتين، ولكن ساعتين عافية مهيلة. يعني كون درت الطنجرة الكوكوط، كون درت الكوكوط ما غاديش ياخذ ليا تصاح الله ربع يطيب. صافي دابا غادي نرد هذا، هاد السفة غادي نردها تفور الفورة الأخيرة. زدت هنا السكر سنيدة وزدت الزبدة وغادي نقص نعطيهم ياكلو اللحم والبرقوق. ما تجي فين ياكلو هما تتكون ديك الساعة طلعت الفورة وقاد لي مطبيسين. الصراحة مصطفى ما كيبغيش السفة ومضر ما كيبغيش السفة، غناكلها أنا وريحانة. هو هذا راه ديال البرقوق، هاد لاصوص البنات راه الروا خديتو من المريقه ديال اللحم، هذا باش شي شكل تلف وعسلت فيه البرقوق وما كنبغيش نضيعو تيكون معسل هكا بالقرفه والسكر كيجي بنين. انا درت ليه عسل صافي حطيته هنايا باش اللي ما بغاهش بلا ما يبقى يحيد فيه بصبعه، واللي بغا غيهزو هكا وياكلو وصافي. البنات هذا هو الكتيف ديال الحاولي ديالنا، طيبتو جا لذيد وجا بنين بزاف بزاف، كاين لا مروزيه لا باديه لا حتى حاجه. وما نقولش لكم واحد البنه طبيعيه اللحم هكا كتعراس فنه فنه فنه، والله الا جابنين بزاف. راه مصطفى ذاقو كنتي شوفوا ليه واش طاب، حمقو جا غزال. نعطي متغداو والصفه خليتها هكا كتفور هكا باش نحطها سخونه حيت ما ياكلوهاش هما كلهم غير انا والبنيات، ونتلاقاو ان شاء الله حيت باغي نطلعوا للسطح نديروا واحد العشيه في السطح انا وجارتي. يلا خليكم تشوفوا. ها هي الصفه يا البنات شوفوا راه جات، والله راه ما كاينش ما احسن من التفوار العادي ديال الصفه العاديه. الا ما ديروا الماء طيب ما جات زوينه. هادشي اللي عندي، عندي السكر كلاصي، القرفه ما تيبغيوهاش، اللوز ما عنديش نحطها ليهم كيتسناو فيها وصافي. وخليكم معايا تشوفي. صافي يا البنات عمرنا اتاي وصايبت الحريشه، هاي غادي نقسمها ونطلعوا للسطح. هذا راه عمرته بالنعناع وهذا عمرته مسوس بلا نعناع، وهنا درت النعناع غنديروه في الكيسان، وهذا راه مسوس على حساب راجل سعيد وسعيدة كيشربوا المسوس. ايوا هذه حريشه غادي نطلعوا ان شاء الله دابا للسطح. يلا نشاركوا معنا الاجواء، ريحه الحريره عاطيه من السطح. طب سعيده راه طلعت الحريره وهبطنا الخيط درنا باش ندنا البوله، الخيط هبطت ودرتو عندي هنا في الدار باش نشعلوا البوله الفوق. يلا هو معايا انا يا البنات طلعنا سعيده قينا مسكينه الله يكثر خيرها، ضروري خاصها كل عيد نشوف الصح. ايوا ضروري اختي دارت هنا الطيبات شرملاتهم، وهنا كفيته والخبز ديال الدار، وعاد كاينه الحريره دابا نوريوها لكم.
ايوا صافي دابا وقيلا يديروا كسكوطه سعيده هادي شنو كسكرا عزيزه ما عرفت اختي لا تعطينا راه المجمر هبه زلقي لينا خليه تزلق زلق ايه زلق تسلموا عليك البنات في التعاليق سلم عليهم الخير انا كنحبهم بالعكس زيد عليهم والله الا شحال شكروا فيك ودعوا معاك الحمد لله الله يعطيهم الصحه يحتم تاعهم امين يا رب عطيهم شي جوره زينه وعطيهم بعدا الصحه والعافيه هي كلشي هذاك الشيء اللي كاين اختي اختي ما كيقنعونيش هذوك الصغيورين قلتي على ذاك العيد شحال صغيورين هما دوك الصغار كيدخلوا للعافيه تي دغيا ولكن في العيله كيتجمعوا في العيله راه كيتجمعوا كيوليو صغيورين صغيورين في العيله شراس ولا لا هيدا ما درتوش ما درتوش اختي خاص لي ياكلوا معايا دارت وحال اختي البارح لخت ناديه عيطت عليا هيدا كتشوي ماما سعيده خرجت دقيت من قطبك قربتي اختي قربتي بنيتي سعيده كتشوي راه نكب اليوم يا سعيد شوفوا يعطيك الصحه اختي سعيده الركبه راه مشيت الله شتي اختي ركابي واعره سمير كوب لي ماتاي ونخلي الاخر مسوس حتى تجي راجل سعيدة كلشي بغاتي؟ اه كلشي لا انا ما بغيتش علاش ما بغيتيش؟ لا اختي ما بغيتش في الحرقة عندي مسكة في الحرقة حرقة كنهار في الليل ضربتني معدة وبغيت مسكة كانوا هايلة عندك مسكة قالت لي لا ما عنديش وهي راه كتحلم مسكة عندها اه شنو عاقلاش عليا انا راه عندي انا فقت من راسك وسمعت كنجيب لك الصاك تعطيني مسكة قالت لي لا ما عنديش مسكة اصلا جمعت غوت معايا والله ما عرفت ما تزيديش معايا شوفي دابا شوي مات قطيبات ودابا راه كنديرو في شوية الكفتة هذه الولد سعيدة كيفاش تقطبان طحن ساعد لك الزين كيطحن لك 10 درهم الكيلو ماشي درهم الكيلو كنظن ما بغاش مسكين يتخلص طحن هذيك الكفتة انا سعيدة راه ما طحنش بزاف شوية زوينه ماشي فيها الشحمه واقيلا لا حمراء سعيده كنشوف في الحريره وريهم حريرتك سعيده شوف قالت لك بغيتي تشربوا لي حريرتي كي شهيتيني غناخذ شي زنزبيل درت لهم البنات الحريره مع القطبان الساعه راه ماشي ديال الكبيره حتى واحد ما كلاو القطبان واتي والحرشه وخلوا لي الكوكوت الحريره القطبان صاحبتي ماشي ديال الكبيره وردوا عليا غدا عندك حيدي هذه لا ما تحيدهاش لا الله يحفظك والله ما تحيد ويلي يلاه دابا سعيده كتقول كلمه وكتقول حيدوها راني كنضحك كتهضري وانت تفكري انت كتقولي بلا ما تفكري واش وفكروا انتم لما حيدي راه الحريره من الخمسه وهي كنطفيها حنا عارفين كتضحكي ما عارفينكش كتقوليها بالصح حنا بصح ماشي ديال الكبيره تما حنا على الحريره وحنا ما شربناهاش كان عليا نعطالي كان عليا نعطالي مال البنات هي الاولى نفخهم بها كلاو الطيبات خلاو الحريره الصواب صدقتي لنا القطغان لا والله تا غنشربها صح جات واعره يلاه تنشربها باينه فيها باينه فيها شوفوا البنات ما فيها حتى حاجه لا الحمله والو ولكن فيها عظيمات ديال فيها عظيمات ديال البقري فيهم الحيمات اللي بغى العظمه ياخذها حياتك زوينه سعيده الله يزين ليامك هذا يا البنات النهار الثاني حتى انا غادي نرد العراضه درت لك سكسو واخا الصراحه ماشي الجمعه اليوم الخميس ولكن غنديروا العشيه وغنطلعوا ناكلوا في السطح صايبت هنا الكسكسو البنات بالعنقره وبالضلوع ودرت الخضره كامله وهنا غادي نفور الكسكسو باش طيب الخضره على خاطرها حيت ملي كيكون الكسكاس عامر حتى الفم كيسد ليا العوينات ديال الكسكاس كتكون البرمه عامره تنفهم كتسد لي العوينات ديال الكسكاس ما كيطلعليش الفار دابا راه خليت غير الخضره باقا غادي نزيد ليه الشو وغادي نروي بعدا انا غادي نروي دابا من بعد نزيد ليه الشو ما زدتوش في درتوش في الاول كيطيب وكيتفرتت غادي نديرو في الفوره الثانيه شي شويه زعما على حساب الفوره الثانيه ونزيد ليه الشو صافي تبقى لي مطيشه والقرعه باش كثر الروح صافي ايوا هنا غادي نرد الكسكاس انا درت هنا الكسيكيس درت تقريبا كيلو ونص درت كيلو ونص ديال الكسكسو كاين غير حنا كي دابا هكا واحد موحاش كسكسو واحد موحاش كسكسو راه ياكل فيه وصافي صافي البنات ساليت الكسكسو ها مصطفى ديما الرجال كيهزوا القصاري عطيته هو القصريه الكبيره ونهيله غتهز القصريه الصغيره حتى شحال شوف شوفوا البنات كي جات شنو جات بنينه وزوينه حنا ما عندناش الضو حنا هنايا يلا سير 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 وهذه البنات قصريه ماشي صغيوره ماشي كبيره هذه سكيتها ليوسف وراجل سعيده راجل سعيده شويه كيحشم غادي ياكلها بوحدهم وسعيده والدراري وانا غناكلو في قصريه بوحدنا تا نهبط ونجمع هاد الروينه يلا ها البنات الروينه لاصقه فينا ديما الساعه ديال هاد الضحك ضحكنا نهيل الساعه ديال الضحك ما كتعوضش زين نهيل صايواتي ثقيله عليا ابداو شكون
بداو تسنى شنو هيلا؟ مرحبا محمد عبد الخديج. محمد مرحبا بك. محمد ولد جارتك. يلا يلا دوق قولي كي جات الشيء. انا دوق سر وكي ما عرفتش دوق سعيده قولي لي. باغا نجيب لك مع القرعه. خصي القرعه قليله كاين ثلاث طروفه ولا ثمان جوج طروفه. كيس السوق كيس السوك رائع. ودوق جات شوفي. عارفه كي جا مصطفى دوق غيتا قولي لي. قولي لي يوسف ولدي كي جاك ما ياكلش كيس السوك. كي جا كيس السوك محمد تيدوق. الريحه وانت كتحشم يا محمد. لا ما كنحشمش كنخاف من البوليس. لا 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 ما كاين لا بوليس لا والو. يلا بدات انا عبدي انا البنات كتسناني غير كتسنى لي صرا واقيلا ياك اللي منا بدات كملي الشبعات صافي يا البنات بسلامه السطح سعيده صافي انت غادي نطلع زين هنايا قلت لها خدنا نطلعوا نديروا رفيسه ايوا اختي وصاتي بيدك خاويه غدا سير ولكن انا راه دايره مصطفى صح ما هبط والو صح سير اختي راه هبط اش غندير لي صافي غنهبطوا يا البنات كاين البرد عرفتوا غير غير انا البرد وما هبطوش صافي غنخليو البلاصه هكا حيت غنعاودو نطلعو ثاني والله الا الا سعيده راه ولفت السطح سمعتي راه ولف ولف دابا لا ولفنا راه مصيبه لا الحمد لله زعما لا جيران الله يحفظها راه سعيده كاينه ما ما يطلع حتى واحد صراحه سعيده طلعت اللبن ديال العروبيه وسخو شاربين ديال الكرتونه وخلاو هذا قالت لي هبطيه وصافي وشربوا المناضه دزنا المناضه الفاخر شوفوا ايه هانتوما البنات حنا مدايرين الفاخر هالشوايه هالكراسه غدا غادي ما بغيناش نسيقوا دابا غدا نطلعوا نسيقوا في الضو ان شاء الله باذن الله نطلعوا نسيقوا ها الفريناها بشويته هنا كاين عاوتاني الفاخر ديال جارتنا اخرى حتى هي كانت طلعت بنات خزانتها تما الساعه كان البرد هبطها ليها ايوا صافي بركات معنا شي يومين ومشات ايوا صافي نهبطوا دابا حنا في حالنا وقيلت انا غنقول لكم بالسلامه هنايا وبالسلامه عليكم وخليت لكم الراحه في امان الله يلاه